بسم الله الرحمن الرحيم. اللقطة دي بس عشان خاطر الناس اللي بتقول ايه ان احنا مش شفناش الاحمرار او الحديدة مسخنتش او كده، فانا مشغل الجهاز اهوت كويس ولسه والحديدة مش موجودة اصلا، وهنحاول نحط الحديدة كده ونشوف تاخد وقت قد ايه في انها تسخن او تحمر، ونحاول نشوف الاحمرار كويس يعني في الضوء ده يعني معقول شوية. بعذاب فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا اظن كده واضحه قوي يعني بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا.